السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتحدث اليوم عن برنامج مفيد لمستخدمي اللغات المختلفة ولتعلمها، وهذا البرنامج اسمه ويكي. تحميل هذا البرنامج يتيح لك إمكانية المكالمات الهاتفية المجانية وأيضا الرسائل النصية المجانية وأيضا كتابة التعليقات النصية المختلفة. يقارب مستخدمو هذا البرنامج إلى 2 مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم، حيث يتيح لك البرنامج تبادل المعلومات المختلفة ومناقشة المواضيع باللغات المختلفة التي تفكر بها. فهو يحتوي على الكثير من الخاصيات والمزايا التي تتيح لك التواصل مع متعلمي اللغات أو غيرهم من الأشخاص من حول العالم أو من المقربين لك عن طريق مكالمات مجانية بدون تكلفة مادية. وأيضا من المزايا يتيح لك هذا البرنامج بضبط منبه لكي يوقظك من النوم في وقت تحدده أنت. هو متاح في متجر البرامج لكل من الآيفون والأندروير. طبعا بعد تحميل البرنامج يمكننا الدخول لمعرفة كيفية استخدامه. في البداية بعد تحميله يتيح لنا استخدام هذا البرنامج بعد إجراء حساب، إما عن طريق الفيسبوك أو التويتر أو عن طريق رقم الجوال. أيضا هناك خيارات أخرى، إما عن طريق حساب الجيميل أو عن طريق رقم الجوال أو عن طريق استخدام جوجل. وسوف نستخدم الإيميل لأنني أجريت حسابا سابقا فيه ليسهل الدخول إليه. في البداية سنضع الإيميل. ثم نضع استمرار. سيصل كود توثيق للإيميل. سنضع الكود هنا. ثم سيبدأ البرنامج بالعمل. فهذه واجهة البرنامج، هذه الرسائل النصية التي ستكون في الواجهة بحسب اللغة التي ستختارها. ويمكنك التعليق أو وضع اللايك على هذه الرسائل. أيضا من خلال سحب الشاشة للأسفل يمكنك أن ترى الأشخاص الذين يريدون التحدث في مواضيع مختلفة. ستظهر لك من أي دولة هم وما اللغات التي يتحدثون بها، ويمكنك إما إجراء مكالمة صوتية أو عن طريق الرسائل النصية. أيضا من خلال الضغط على الأيقونة في أعلى الشاشة من الجهة اليسار، هذه الأيقونة تتيح لك اختيار اللغات التي تريد أن تتحدث بها أو أن تجد المستخدمين الذين يتحدثون بهذه اللغة. فهناك لغات متعددة ففيها جميع لغات العالم. أيضا الخيار الثاني يتيح لك المواضيع الذي أنت مهتم بها أو تريد البحث عنها في تعلم اللغة. سنبدأ الآن بشرح الأيقونات في أسفل الشاشة. الأيقونة الأولى هي الواجهة لهذا البرنامج. الأيقونة الثانية هي الرسائل النصية التي ستتلقاها أو تريد أن تتحدث مع أشخاص آخرين. الأيقونة الثالثة هي أيقونة التعليقات، عندما أنت تجري تعليقا في محادثة أو تتلقى تعليقا من شخص آخر. والأيقونة الرابعة والأخيرة هي أيقونة الصفحة الشخصية لك. ففي أعلى الشاشة من الجهة اليسار ستجد الإعدادات،
ومن هنا الإعدادات، لدينا إعداد اللغة، وهذا الإعداد مشابه للإعداد الذي تحدثنا عنه في واجهة البرنامج، ولكن هناك اختلاف بسيط، حيث أنه يمكنك من إظهار المتحدثون باللغة التي تريد أن تتعلمها، أو أن تريد أن تظهر أن الأشخاص الذين يقرؤون ويكتبون فقط بدون مكالمات صوتية، وأيضا يمكنك حذف اللغة من هنا. والخيار الآخر من الصفحة الشخصية في الأعلى من الجهة اليمين، خيار بسيط جدا، هو لتغيير الاسم أو تغيير الجنس سواء كان ذكر أو أنثى أو تاريخ الميلاد. وبهذا أعزائي نكون قد أنهينا شرحنا لهذا البرنامج المفيد والممتع.